قرار عاجل جدا من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا، ننشر التفاصيل. وخبر صار جدا من الداخلية المصرية بعد إسقاط ملك الحشيش، وعاجل فنان مصري مشهور يعلن عودته بشكل مفاجئ بعد اختفائه 12 سنة، وتحذير من الحكومة المصرية لكل المصريين، ننشر التفاصيل. وعاجل مستشار السيسي يوضح عقوبة تصوير عورات الناس بعدما حدث للسائحة الأوكرانية. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجي لك أهم الأخبار، واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وخبر صار جدا من الداخلية المصرية بعد إسقاط ملك الحشيش. تمكنت قوات الأمن المصرية من القضاء على زال ميم 43 سنة الشهير بخط طهطة أو ملك الحشيش المعروف بالإتجار في المخدرات والسلاح. وتحركت مأمورية تابعة لقوات الأمن وحاصرت مكان اختباء المتهم نحو ساعتين، رفض خلالها الخروج من البيت الذي يتحصن به، ثم حاول الهرب فأطلق الرصاص على قوات الشرطة التي بادلته إطلاق الرصاص فلقى مصرعه. وذكرت التحريات أن قطاع الأمن العام بعد تقنين الإجراءات أمر بتوجيه حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة بمديرية أمن سوهاج مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي. استهدفت العناصر الخطيرة وحائزي الأسلحة ومتاجري المواد المخدرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طهطة بمحافظة سوهاج. عند وصول القوات واستشعاره بها أطلق الأعيرة النارية عليها بكثافة فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران والسيطرة على الموقف، مما انتهى أمره. وعثر بجواره على بندقية آلية وبندقية خرطوش و16 خزينة متنوعة وكمية من الطلقات النارية وتلسكوب وكمية من الحشيش وزنت 3.1 كيلو جرام ومبلغ مالي. أسفرت جهود الحملة عن ضبط عاملان لإدارتهما ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية. عثر بداخلهما على 3 فرد محلي وأجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع واثنين بندقية آلية وطبنجة وكمية من الحشيش، بالإضافة ل11 دراجة نارية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق معهم وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم. المصدر معانا كامل صحيفة الوطن، وخبر صار جدا من الداخلية المصرية، يعني إسقاط ملك الحشيش ده شيء مهم جدا وشيء يعني في الإنجاز زي ما بيقولوا. فتحية كبيرة لرجال الداخلية المصري. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وقرار عاجل جدا من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 584 لسنة 2021 بتشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون المركزي والجهاز المصرفي في الصادر في 2020. نص القرار على أن يشكل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المادة 48 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري، على أن يضم المجلس من الأعضاء بحكم وظائفهم كل من محافظ البنك ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ونائبا محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية للسياسات المالية. كما نص القرار على أن يضم المجلس من الأعضاء ذوي الخبرة كل من أشرف العربي ومحمد الأتربي وحسين عيسى. ووفقا للقرار، فإن المجلس يختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع تقريرا سنويا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية. كما ينص القرار على أن ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور 3 أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزي وآخر للحكومة، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس. القرار أضاف أن يكون للمجلس التنسيقي أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارا من رئيس المجلس،
وتتولى الأبانة الفنية إعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ومتابعة تنفيذها. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذا كان قرارا من الرئيس السيسي بتشكيل مجلس تنسيق للسياسات النقدية والمالية. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتحذير من الحكومة المصرية عاجل لكل المصريين. وقال مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة. شاهين أضاف أنه من المتوقع سقوط أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري خلال الفترة الجاية، كما أن مصر هتتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال الست أيام القادمة. الأمر الذي يساعد على انخفاض درجة الحرارة نوه أن العظمى هتصل ل 16 والصغرى هتوصل ل 10 بنهاية الأسبوع المقبل، كما أن الإسكندرية هيبقى ليها فرصة أكبر أنها تتعرض لأمطار خفيفة لمتوسطة هتستمر خلال يوم الخميس ويوم الجمعة وتقل يوم السبت ويوم الحد، وبرضو يعني متوقعين انها توصل يوم الاثنين والثلاث المقبلين هترجع زي ما كانت لمنخفض اخر. مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية وضح وقال ان الامطار وسقوطها على السواحل الشمالية والتقلبات الجوية يعني هي عبارة عن امور طبيعية جدا في هذا الوقت من السنة، ونصح المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة المقبلة ويتابعوا النشرات الإخبارية عن الجو بسبب نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار المتوقعة خلال يعني الأيام القادمة. هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان جديد من تكاثر السحب الممطرة على الإسكندرية ومطروح وسيدي عبد الرحمن ومطروح ويصاحبها موجة جديدة من سقوط أمطار متفاوتة الشدة، يعني في مناطق هيبقى عليها أمطار شديدة ومناطق أخرى هيبقى عليها أمطار يعني خفيفة. اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية قرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين بسبب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الجو، مع استثناء القيادات وأطقم العمل اللازمة وفق ما يحدده مديروه الإدارات التعليمية. المصدر معنا كان من صحيفة المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وهذا كان بيانا هاما من الأرصاد الجوية لكل المصريين، يعني نصيحة من أخ لحضراتكم في هذه الأوقات من السنة يجب أن احنا ننتبه جدا لنشرات الأخبار بتاعة الحالة الجوية، ولو في فرصة لسقوط الأمطار يعني ياريت نلبس كويس ونلبس تقيل ونلبس جاكيت يعني طارد للمطر، وده هيبقى شيء مهم جدا وهنحافظ على نفسنا وهنحافظ على صحتنا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا ننتقل لخبر آخر. وفنان مصري مشهور بيعلن عن عودته بشكل مفاجئ بعد اختفائه 12 سنة. والفنان المصري الكبير توفيق عبد الحميد أعلن عن عودته للتمثيل بعد 12 سنة من التوقف عبر المشاركة بمسلسل يوتيرن. أشار إن المسلسل مرتبط بحالته وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يحدث في مصر ان حالته الصحية جيدة جدا وهو في سبيل انه يتعافى بشكل افضل، ولفت انه من المقرر بدء تصوير يوتيرن شهر يناير المقبل. وقال انه توقف عن الاعمال الفنية منذ سنة 2010 واجاب عن اسباب استمراره دون عمل لمدة 12 سنة، وقال لا سبب بعينه التوقف والعودة مرة أخرى إلى التمثيل، قضاء الله وقدره وأتمنى أن يكون عودا حميدا. المنتج جمال العدل الذي تجمعه به صداقة ممتدة لنحو 50 سنة أشاد به وصديقه المؤلف أيمن سلامة ومخرج المسلسل سامح عبد العزيز، والفنانة ريهام حجاج اللي بتلعب دور بنته في المسلسل أضافت فيه علاقة أبوية وكم من الدفء في المشاعر
أتمنى أن يخرج على الشاشة. جاء انضمام عبد الحميد إلى المسلسل بعد فترة غياب طويلة عن الدراما التلفزيونية بلغت 11 سنة بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله من سيناريو محكم وصناع جيدين قادرين على تقديم عمل جيد. المصدر معانا كان من صحيفة الشروق، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للفنان توفيق عبد الحميد، يعني لأنه يعني راجل محترم جدا وراجل يعني تمثيله يعني جميل جدا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل مستشار السيسي بيوضح عقوبة تصوير عبرات الناس بعدما حدث للسائحة الأوكرانية. علق مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الدينية أسامة الأزهري على واقعة تصوير السائحة الأوكرانية التي خرجت عارية في شرفة منزلها. أوضح أنه قد تكون هناك حالة إلى تقديم نصيحة إلى الضيفة، وهي أننا بلد بنحب أن احنا نحافظ على التقاليد بتاعتنا، وأنه متى خرج الإنسان خرج حدود البيت أو البلكونة صار معرضا أن يكون أمام الناس في الشارع، ويجب من الوقار والحشمة يعني أن احنا ناخد بالنا عند الظهور عليهم. ولكن في الوقت نفسه من الخطأ الشديد والجرم أن يأتي الإنسان ويترصد لها هذا الخطأ، يعني ما ينفعش أن يجي حد ويقوم يصورها ويفضحها، يعني ده شيء يعني سيء جدا. والأزهري أضاف في تصريحات متلفزة أنه لو افترضنا أن الشخص أراد إصلاح الخطأ عليه التوجه إلى صاحب المنزل ويفهمه أننا بلد له تقاليد، والمفروض أن احنا نلفت النظر لمثل هذا التصرف، ويكون وصل المعلومة بدون ما يشهر بالشخص أو يفضحه، لأن ده يعني شيء سيء جدا، مش من ديننا ولا من أخلاقنا أن احنا نفضح شخص أو نشهر بيه يعني، وكمان بيأثر على الاقتصاد. يعني هذا الفعل يأثر على الاقتصاد، تقول لي إزاي؟ أقول لحضرتك يعني لما ترجع بلدها الأوكرانية دي، لما ترجع بلدها وتقول إن حصلت مشكلة كبيرة بسبب 1-2-3، يعني ده هيأثر على الاقتصاد بنسبة كبيرة جدا. مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه لو الشخص عاوز يريد إنه يصلح شيء في شخص آخر يجب إنه يعني يراعي ثلاث قيم. إيه الثلاث قيم؟ أولها العلم، ثم الورع، ثم حسن الخلق. أشار إن الورع يعني أنه لا ينجرف وتأخذه الحمية، وإنه متضايق من مشهد ما فيفضحه ويذيعه أمام الناس كلهم، ودي كده بقت فضيحة مش نصيحة، ويجب توصيل النصيحة إلى الإنسان دون أن يجرحه. دكتور أسامة الأزهري قال نصيحة ما كانت عن طريق الفضح والتشهير والإساءة، ودي عمرها ما تكون نصيحة أبدا، دي فضيحة مش نصيحة. أكد أن جدار البيت مقدس ويجب أن تحفظ حرمته. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. والشيخ أسامة الأزهري بيوضح نقطة مهمة، يعني نقطة مهمة منسية عند ناس كتير، وهي أن أنا مفضحش شخص بل أنصحه. معرفتش أنصحه يعني مفضحوش على الأقل، يعني ليه أصوره وأنشر صوره على الإنترنت؟ شيء يعني أعتقد مخالف لأي دين ومخالف لأي أخلاق. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما دقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.